اللي حق عن جميل وبدي اياه هلا. لا انا اللي لي حق عندك. لا سيدي ما لك حق عندي، وانا لي حق عندك وعنده كمان. اذا بتطلع على سابع سما وبتنزل على سابع ارض ما الك شي عندي، فهمت؟ اسمع صياح، حقي بدي اخده على دوز بارا. وينك يا بي؟ انا ما تعودت حدا ينصب علي. لك شلون بدهم ينصبوا عليك؟ ما انت اكبر نصاب بالشام. شو قصدك صياح؟ جميل اليوم بده يطلع من الكراكون. إيه ما فشلت عينك وعينه؟ اسمعوا، لا انا تحملتك كتير كتير، وقسما بالله العظيم اذا جميل ما بيطلع اليوم من الكراكون بكره الصبح ما راح يطلع عليك ضو، فهمت؟ شو ها؟ عم تهددني لك صياح؟ ايه عم اهددك، وانت بتعرف مين هو صياح وزنبك على جنبك. عم استناك بالحاره. لعمة قعدت صياحة قالوا جوزتي مخرج، وش كان انا ما رديت عليه وعملت اللي بده اياه رح يقتلني. لك رح يقتلني عن جد يا باطل يا ابو مرعي. لك معقول تموت مشان 10 ذهبات؟ لك الله لا يوفقك يا صياح، لك الله لا يوفقك. لك انا جاي لعندك لحل المشكله بيني وبينكم. ايه ونحن بدنا نحلها ابو مرعي. اللي شو عندك؟ بدكم تدفعوا لي ال10 ذهبات اللي رعيتكم فيهم من حق البيت، ويا دار ما دخلك شر لا علي ولا عليكم. عمي ما حكيت شي جديد ام مرعي. عمي 5 ذهبات ما في غيره. مالي موافق هيك، بتكونوا عم تاكلوا لي حقي. نحن ما بناكل حق حدا ام مرعي، انت اللي ما حلبت معنا صافي من الاول. قول الحكي لحالك صبري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. علي عمي بسليم خير صبري؟ شافك مو على بعضك. ما في شي عمي، شغله صغيره. لا مو شغله صغيره. اسمع ابو سليم، انت رجال معدل وادمي، عود اسمع القصه واحكم بيناتنا وقبلان حكمك. انا عفو منك عمي، شرف عود. شرف ودفوف. هذا يا سيدي لما بعتهم البيت كان زايد لي معهم 10 ذهبات. يا ميت اهلين وسهلين بام عدلي، تفضلي لهونيك احلى. الله يسلمك حبيبي. قلت طالما ام هاشم ما عم تجي وبتزورنا لاجي واشرب معها فنجان قهوه. ايه والله لا تواخذيني، انت احسن مني. لا يا ام هاشم، انت اللي احسن مني وما في منك كمان. تسلمي لي حبيبه قلبي، نحن اخوات واعز ان شاء الله. حبيبتي رح اقوم اعمل لك شراب التوت تبلي قلبي، بعدين بنشرب القهوه. الله يسلمك يا رب. تسلمي. بلكي بتجي وبتفصل عندي كم فستان، شنو جوزة أبو هاشم مليان مصاري. وهي هي كل القصة عمي أبو سليم. والله يا أبو مرعي أنا ما فيني أحكم لأني ما كنت على اتفاق، بس صبري عم بيقول إنك متفق مع جميل على 20 ذهبة. شو ذنبي أنا أبو سليم إذا هن افتكروا كلمة إن شاء الله بصير خير إني موافق على 20 ذهبة؟ شو ذنبي؟ شو يا صبري؟ طلعت لي خلي كتير أنت يا مرعي. ها طول بالك صبري، الحل عندي. شو الحل عمي بسليم؟ انتو مو مشكلتكم ال10 ذهبات؟ ايه مزبوط، مشكلتنا ال10 ذهبات. عمي ال10 ذهبات عندي، تيجي بتاخذهم مني. ايه خلاص بتنتهي مشكلتنا كلها. لا معلش انت خليك بحالك. عمي بسليم انت على عيني، بس انا ما راح اقبل. لك عمي دين الله يرضى عليك، لما بصير معك مصاري بترجع لي اياهم. حتى لو دين عمي، حتى لو دين، خلص انا بلاقي لها حل. وشو الحل؟ بدي بيع الدكانه الصغيره. اعوذ بالله قسما العظمة ما بتنباع الدكان طول ما انا عايش. ليش حلفت يا عمي بسليم؟ ليش حلفت؟ عمي هلا بتروح على الكركون وبتصفط حقك عن جميل، وبتجي لعندي على الحمام وبتاخذ 10 ذهبات على دوز بارا. منيح؟ وش كان سقطت حقي وما اخذت 10 ذهبات؟ وانت عم تحكي مع ابو سليم؟ وش كان ما بتعرفني؟ روح سأل عني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا عمي سليم وعليكم السلام. اسمع صبري، رايح على الكركون اخلي سبيل اخوك، بس فهمه للمنظوم اخوك يكف بلا عني وحاج مشاكل بالحاره. السلام عليكم. جوزي صار مشتهي ولد تاني وانا مو طالع شيء بايدي. والله يا ام هاشم معه حق،
لأنه الولاد ما في أحلى منه. بعرف ما في أحلى منه، بس من وقت لهلأ مقلوب فوقاني تحتاني، مو مثل ما بعرفه ابنه. أيوة، مشان هيك شايفة وشك مو على بعضه ومتضايقة. صدقيني لو الشغلة بإيدي كنت ما تركت شيء إلا عملته لأرضيه وأسعده، بس الشغلة مو بإيدي. يعني شو أعمل إذا رب العالمين ما أزل لي إلا جيب ولد واحد؟ شو بدك تساوي يا أم هاشم؟ المرة اللي مثلنا ما بتقدر تقول لجوزة ما يتجوز عليها، لأنه الكلمة كلمته مو كلمتنا. هذا اللي صار. بدك تطولي بالك. خير أم عدلي، حاسة في بتمك حكي. والله حابة قلك، ليش ما بتجي لعندي وبتفصلي كم فستان؟ والله صار لك زمان ما أجيتي وفصلتي عندي شي. لشو ولمين بدي فصل فستان بالله؟ يعني البسي، تهندزي، دللي على جوزك، بلكي بيشيل فكرة الجوازة من راسه. والله وانتي قلتي اياه، ليش لا؟ رح افصل 20 فستان كمان. ولك تسلميلي، تسلميلي يا أكابر، يا بنت الأكابر انتي. الله يسلمك. سيدي بدي اسفط حقي عن جميل، بدي اياك تطالعه من الحبس. شنو نحن تصافينا وتصالحنا. كيف تصافيته ابو مرعي؟ سيدي قبضت 10 ذهبات على التمام والكمان، وهذا حقي. وبدك تتعهد على فراغ البيت ابو مرعي؟ يا سيدي لك من كل ولا بد بكره بفرغ البيت سيدي. يعني عليك، يلا تعال شوف. ابصم لي هون، تعال. يا رب. وي بصمة سيدي. يلا. وجينا على ضيافك. امرك سيدي. سلام عليكم. يلا. فوت لقدام يا شيخ افندي، فوت. احترامي سيدي. اتركوا. طلع لحوني. لك اتركوا. حاضر سيدي. وضعك بطل مشاكل يا جميل؟ انا ما اتشاكلت مع حدا. وابو مرعي؟ ليش ما بتعطي المصاري؟ ابو مرعي ما قاله عندي شيء. عم يتبلاني تبلي. جميل، اذا تبلي ليش دفعتوا له المصاري للزلمه؟ ها؟ مو مشكله، الزلمه اجا واصفط على حقه. وهالمره انقضت بفلقه، بس المره الثانيه اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم بحولك على قلعه، فهمان؟ امرك بشير افندي، امرك. يلا روح على البيت. يلا جميل. تعال سميح، تعال. مور سيدي. حدا تطوع بالجيش الفرنسي؟ لا حدا تطوع، على الاغلب ما حدا يتطوع. طيب رجع نشوف الخبر انت. مشان شو؟ شو بدك انت مشان شو؟ رجع عن شغل الخبر وخلصنا. اطلع لبرا، يلا روح. يلا يا ميت. اهلين وسهلين ابو مرعي. والله اهلين ابو سليم، شرف اخيه. هاي 10 ذهبات مثل ما اتفقنا، بكره بتنزل الله يرضى عليك بتفرق له البيت لجميل. ايه بامرك ابو سليم. لا تأخر عليهم الله يرضى عليك. ما بجوز تأخر عليهم، شنو أنا أبو سليم رحت على الكركون وعامل تعهد على حالي إني أفرغ لهم البيت. إيه الحمد لله، عدوا أخي عدوا. وهي 10 مزبوطين على التمام والكمال. تتهنى فيهم إن شاء الله. روح الله يكثر من أمثالك يا أبو سليم، ويخلي لنا إياك ويطولنا بعمرك. الله يرضى عليك يا أم مرعي. يلا بخاطرك ابو سليم. اشرب لك كاس ان شاء الله. بعدين ابو سليم بعدين. سلام عليكم. الله معك، مع السلامه. يا ابو رعي سلام. يلا يا عبدو. الله يلا سلام. بطاطا بطاطا بطاطا. لك شبك لك احراس. ريح. لك جميل. لك جميل طلع من السجن. صياح. صياح. جميل طلع من السجن. لك تعال شوف هالشوفة. محمد على السلامة يا صهر. يا صياد. والله نورت الحارة. الله يحييك. اترك لنا دور. الله يسعده جمله. الله يحييك. محمد على السلامة يا عمي جميل. الله يسلمك يا مستر. الله يسلمك. يلا مشي لعنا على البيت لأنه على الحرم تعب استناق عنا. خليني فوت على المحل لبيت أوعية بعدين. عم بستناق أتأخر ها؟ يهنيكم سلامته. على راسي. الله يسلمك. تحوا.
حقني واشرب كاسة شاي. يلا جيتك. لك مرزوق؟ والله فرحت له رجعين انه طلع من السجن. عليم الله وانا كمان فرحت له من جوات قلبي. بس بتعرف السجن صعب يا صاحبي. ايوه. اللي صعب. ليش انت كنت بالسجن لك مرزوق؟ إلا كان كنا عم نلعب. بس ليش الله برجيني انك كذاب؟ بشو احلف لك اني كنت بالسجن؟ لا تحلف ولا تتحلى. بس بدك تدغري؟ ايه مالي مصدقه. وما في كاسة شاي وبلاها العزيمة كلها. ايوه هلا هيك صار. ايوه بلاها سيدو. لك 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 يا سعد على السريعة. ايه لك عم بصعيان وببو عيني. قوم عمي قوم الله يرضى عليك. قوم اسمع مرزوق قال عزمك على كاسة شاي كبيرة. قوم قوم له لعند قرام. قوم ما بدك تقوم. لا تقوم. وانت منين جبت المصاري اخي؟ كتر خيره عمي ابو سليم ما قصر. ابو سليم؟ وليش لايدينك ابو سليم؟ انا وين رحت؟ يا عمي ابو صافي انت على العين والراس ومقام الوالد الله يرحمه. بس انا والله كنت ببيع الدكانه الصغيره، قام دري عمي ابو سليم حلف علي يمين، شو عمل؟ هيك قال. ايه والله هذا اللي صار. هي شغله كبيره. كبيره كثير انك ما طلبت مني. بس هلا مو وقتها. ما راح احكي فيها. المهم انه جميل طلع بخير وسلامه. حقك علي يا عمي ابو صافي، بس مثل ما تفضلت وحكيت، المهم طلع لنا جميل بخير وسلامه. شو عمي جميل؟ ما بدك تمشي؟ لوين بدي امشي؟ الحريم عم يستنوك بالبيت، ومرتك ما صف قلبها على ما تشوفك. حق معك عمي ابو صافي، حق معك. هلا بظبط اموري، بشوف الحسابات وبروح. ماشي، ما اترك بالدكان. امرك عمي ابو صافي.